شباب، اهلا وسهلا فيكم. حلقه جديده من بفف سيجار. اليوم بدنا ناخذ شويه بريك على الكيوبن، بدنا نفوت بالنان كيوبن غير كيوبي، شوي صغيره من نوع. هلا الحلقتين الجديده اللي رح تشوفون حينزلوا ورا بعض، اثنين سيجارز نان كيوبن. هلا الحلقه هاي رح نركز على سيجار اسمه الاي بي كاريلو انكور ماجستيك. ما بعرف اذا اللي بيعرف واللي مش بيقرا هيدي المجازين سيجار افيشينادو بيعرف 2018 كان هذا السيجار اوف ذا يير، سيجار سنة 2018. كنا عاملين ريفيو نحن، بس كنا عاملين ريفيو على السايز اللي اكبر من هذا. شو بيميزه؟ الرابر، الفيلر والبايندر، يعني القميص ما بتسموها، الحشوه من جوا، البايندر تبع هذا كله، يعني كله مع بعض، كله من نيكاراغوا. وهذا من النوع بيسموه بورو. شو بورو؟ يعني لما يكونوا كلهم من نفس المكان من نفس البلد بيسموه بورو. فهذا بورو من نيكاراغوا، بورو من نيكاراغوا. طوله 5 انش و 3.8، يعني قولوا تقريبا 5 و يعني 5 ونص تقريبا. الرينج جيج 52، ومثل ما شايفين مثل البوكس بريست، لانه مش شايفين هيك شوي صغير مثل مكبوس شوي، هذا يسموه البوكس بريست. نبلش نقص ونولع ونفوت عليه شوي صغيره بالنكهات وبنحكي شوي صغيره عليه. يلا خليكم معنا. يلا رجعت معكم بأول تلت من السيجار بيريس كاريو انكور. أول تلت قبل ما ولع السيجار عملت الكولدرا. شو الكولدرا؟ يعني على البارد قبل ما يحمى السيجار ولع، أخذت سحبة لحتى أشوف شو يعني شو لازم أستنظر كنكهات. يعني أنا لما سحبت السحبة قبل ما يهدى السيجار طلع لي شوي نوع من الحد، وفعلا لما ولعت السيجار وأخذت أول سحبة حسيت بالحر، حسيت بالحد على لساني. لكن شوي على شوي حسيت انه هذا السيجار اكثريته طعمي على خشب، خشب هيك خشب ناشف مع حر. يعني اللي ما بيحب الخشب معقول كتير هذا السيجار ما يعجبه، لانه عن جد سيجار طعمته مميز كتير على طعمة خشب وحر، مع طعمة اللي هي الارتي، طعمة مثل هيك الزرع والطباكو. يعني كتير بتحسه سيجار تبغ خشب وحر بعدنا بأوله. عجبني بصراحة، عجبني. مش انه سيجار عاطل، بس اللي مستنظر ياخد ويطلع له طعمة يعني قهوة وشوكولاتة وهيك اشياء، يعني اول تلت ما بيدل انه هيك رح يكون. لكن اللي بيحب طعمة الخشب، بيحب طعمة شعب طعمة قوية، معقول يكون هذا السيجار مناسب له. على كل ما رح نعطي اي شيء عليه بعد بكير، بعد بكير. يلا خليكم نكمل. يلا تاني تلت من البيريس كاريو انكور. اول ما فتحنا الحلقه وحكيتكم قلت لكم اول سيجار لما دخنته كنت حاسس بطعم خشب وطعم حر وطعم ايرتي، يعني على طبيعي كتير كتير كتير. لما وصلنا على نص السيجار بلشنا نحس انه شوي صغيرة عم يعني يتغير، صار شوي في نوع من الكريمي. اول ما كان بالنص عم يتغير، في نوع من الحلو عم يجي هيك شوي خفيف خفيف خفيف، مخلوط مع طعم الخشب مع طعم الحر. شو هو هالحلو؟ ما بعرف. يعني هاي بسموها complexity. شوي صغيرة صار السيجار شوي فيه نوع من صار يعني نوع من واحد صعب يركز ويعرف شو النكهات، وهذا الحلو لانه بصير انت تشغل مخك للجرب تعرف شو هو. هلا فينا نقول انه انا بلشت اقول انه هذا السيجار تحسن. اوله بصراحه اول ما تبلشه
قلت هذا السيجار رح يكون كله خشب وكله حار من الاول للاخر، مش انه مش كويس بس انه يعني انه السيجار اوف ذا يير 2018 ليش اذا كله خشب وحر. هلا شوي صغير عم بيصير انترستينج مثل ما عم بيقولوا، الواحد صار هلا عم يتمتع وعم يجرب يركز حتى يعرف شو هي الطعم. رح نكمل ونشوف كيف بينتهي، بس لهلا يعني سيجار كويس كويس. اذا بدي اقارنه بالحلقه اللي دخلنا فيها التبرنكل هداك، انا هداك دغري باخده، يعني بحط اثنين قدامي باخد هداك دغري، بس مش سيجار مش عاطل. يلا خليكم، يلا عم نخلص اخر سيرت من الباريس كاريو انكور ماجستيك. هلا بدنا نزعل العالم بس ما بتفرقوا معي بصراحه، هل هو السيجار يعتبر فاخر وهل هو يستاهل انه يكون اول سيجار ب 2018؟ انا لالي انا لا بصراحه، بقلكم اياها بكل صراحه. هل هو السيجار عاطل؟ لا، سيجار كويس بيتدخن، يعني في 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 سيجارز كيف بدي اقول لك اضرب من هيك بكتير، بس عم احكي على على كنكهات السيجار اللي انت مستنظرها سيجار اوف ذا يير. يعني اول ما تاخذ سيجار انت متوقع انه يكون شيء ولا اروع من هيك. بلشت بقى قلت لكم خشب حار بنص السيجار، فتح شوي صغيره، بلش يجينا شوي صغيره من الحلو، شوي صغيره من يعني بعد الحار كمان والخشب كله مخلوط على بعض. انا قلت ها هلا بده يفتح، بده يبلش يبين معنى اكثر واكثر، بس وصلنا على اخر تلت رجع لي الخشب ورجع لي الحار ورجع السيجار انه مميز كتير خشب وحر والحلو خف 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 كتير. ف شوف هلا كسيجارة هو مثل ما قلت لكم انا منه عاطل، سيجار بيتدخن، يعني في سيجارز انا دخنتهم وهن اضرب من هيك بكتير، بس هل هو يستاهل 2018 يكون هو اول سيجار؟ انا لالي انا بصراحه لا، لالي انا ما بحطه هذا اول سيجار، بس دخن ما في مشكله. اللي بيحب هذه النوع من النكهات اللي هي الخشب الحار شوي من الحلو، هذا معقول يكون سيجار لك انت ممتع جدا جدا لانه انت هيك بتحب. بس انا لالي الخشب والهذا كله يعني اوكي يكون، بس يكون في اكثر من هيك، يعني متوقع ان يكون اكثر من هيك. على كل دخلنا سيجار مش عاطل، ولانه فاخر لدرجه واحد يقول اوف والله سيجار اوف ذا يير يعني لازم يكون هذا، يعني مش بطال. هذا هو البيريس كاريو ماجستيك انكور. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واجاكم اعطيناكم فكره عن النكهات وعلى شو تستنظروا منه لهذا السيجار. يلا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، بشوفكم بحلقه جديده، والله معكم.